احنا معانا سمك بساريه ومعانا الملح ومعانا الشط. هحط معاه كام قرن فلفل كده عشان هي حاجات صغيره فبتتاكل سريعه يعني. وان شاء الله نعمل حاجه خاصه بسمك الرنجه، سلطات وحاجات لطيفه برده عشان في ناس محبي للرنجه جدا. طلع البطارخ ونطلع، هقول لكم على طريقه خليها لطيفه. احنا يعني ايه، نحاول الاسماك نهتم بيها برده، نعمل الفيش فينجرز عشان الولاد. خلينا بس نحط البساري على طول. عندي بس برطمان صغنوني هنا اهو على قدهم كده، نعمل واحد صغير. بسم الله. طبعا اتغسلت واتصفت كويس جدا، تتغسل كويس وتتصفى في مصفى على الحوض. خلاص، ونحط بقى كده كمية من الملح بين الطبقات كده. هحط لها معلش شوية ثوم، وهحط لها كام حبة فلفل، كام حبة فلفل حامي اهو كده، والدنيا ان شاء الله تبقى لطيفة وسريعة. وهي على فكرة مش هتاخد وقت لان هي اصلا صغيرة وحجمها صغنون قوي. نخرج ايه فن، اطلع لك الطاجن بس كده شكلا، لكن التاني لسه. ادي باقي كمية الملح، شوية بابريكا مع الشطة، وبعدين عندي هنا الزيت، واحط عصرة من الليمون بس كده. والله رائعة، تبدأ تصلصل وهتدي طعم رائع. خلينا بس ايه اهو والشطة تنزل تحت، ونقلبها شوية ونرجعها شوية. أول ما السوائل تبدأ تنزل فيه فلازم نقلب كده شوية، وبعدين نرجع تاني شوية، الدنيا تظبط معانا والسوائل تبقى في المكان كله، وياخد الشكل أو الطعم، السوائل تبقى في كل السمكات. نعم، حاضر ده. اوكي، يبقى انا حطيت له بس شويه كم حته من قرون الفلفل الحامي، رشه زيت، يعني نص معلقه ثوم للطعم مع الملح ومع الشطه ورشه بابريكا، يبقى بس ايه ليه طعم. البساريه دي لازم تتصلصل تنزل كده في مخلوط، تحسوا ليها تيست وطعم وريحه اول ما تفتحوا ريحتها حلوه كده.